كما افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 20%. وتفقد المحافظ أقسام المعرض واستمع إلى آراء عدد من المواطنين، وشدد على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق طوال فترة عمل المعرض حتى نهاية شهر رمضان. طبقا يعني توجيهات القياده السياسيه بفتح منافذ ومعارض وباعداد اكبر لتوفير السلع للمواطنين، يمكن بنقول يمكن معرض السداد دي معرض اهل رمضان بفتحه النهارده، يمكن جه بادئ عن ميعاده، ولكن طبقا للتوجيهات انه يكون من الان وان شاء الله هيستمر معانا لغايه رمضان وبعد رمضان. احنا شايفين المعرض الحمد لله النهارده يعني من خلال التعاون ما بين مديريه تموين مطروح والغرفه التجاريه وتجار الجمله، احنا شايفين المعرض الحمد لله في جميع انواع السلع متوفره تماما، مفيش سلع عندنا مش موجوده خالص، كل متوفر موجود، من زيوت، من بيض، من جبن، من البان، من بهارات، من كل السلع موجوده بجميع انواعها. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الاسعار اهي يعني قدام كل الناس موجوده وعلى عيون كل المشاهدين من ابناء مطروح المواطنين الموجودين معانا، ان الاسعار فعلا مناسبه، ويمكن الاسعار داخل هذه المعارض بتقل عن مسيرتها خارج بره من 20 لـ30%. المعرض ده بيقدم اسعار مخفضه للمواطنين، وعندنا في مطروح 5 سلاسل في موزعه في جميع انحاء المدينه، وعندنا في خارج مطروح مجموعه من السلاسل موزعه في مدن السلوم وبراني وسيوه والضمعه والحمام. الهدف من هذه المعارض هو تقديم السلع باسعار مخفضه للمواطنين، والحمد لله الاسعار في المعارض اسعار كويسه جدا ومتناول المواطن.